بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا في محاضرتين الاسبوع الاول اتكلمنا عن الابعاد البيئية واتكلمنا عن الابعاد السياسية والابعاد الاقتصادية. اذكر حضراتكم في الابعاد السياسية اتكلمنا عن اركان الدولة، وفي الأبعاد الاقتصادية اتكلمنا عن نوع النظام الاقتصادي من دول اشتراكية ورأسمالية ومختلطة ومراحل التكتلات الدولية. المحاضرة الثالثة والرابعة الخاصة بالأسبوع الثاني هنتكلم عن الأبعاد الاجتماعية والأبعاد التكنولوجية. في الأبعاد الاجتماعية أنا مش عايز منك أكتر من ان احنا نعرف اشكال العمليات الاجتماعية. اي مجتمع طبعا بيبقى عبارة عن تعدد او في اختلافات في اي مجتمع، سواء اختلافات عقائدية بنجد تعدد في الاديان، اختلافات طبقية ما بين طبقات المجتمع، اختلافات في الأصل أو الأجناس البشرية من الجنس الزنجي، الجنس الأصفر، الجنس الأبيض، الجنس الأبيض المتوسط أو جنس البحر الأبيض المتوسط، اختلافات سياسية بأكيد طبعا ما بين أفكار سياسية مختلفة. فلما نتكلم عن مجتمع والعمليات التي تحدث داخل أي مجتمع من عمليات اجتماعية قد تصنف إلى عمليات فيها تعاون وعمليات يدخل الصراع. التعاون اللي كل مكان القيم مشتركة والأفكار مشتركة والأهداف مشتركة بين الأفراد، كل ده ما هيؤدي إلى مزيد من التعاون بينهم. أما طبعا إذا حدث تعارض فهذا التعارض قد يؤدي إلى مظهر من مظاهر الصراعات، التي أحيانا هذه الصراعات تتحول إلى عداءات بين فئات المجتمع. لو جينا اتكلمنا عن اشكال الصراع داخل المجتمعات، طبعا التصنيف متعدد، ولو جينا بحثنا في انواع الصراعات هنجد ان هناك العديد من اشكال الصراعات، وعند تصنيفها تختلف هذه التصنيفات، ولكن من اشهر هذه التصنيفات هو التصنيف اللي قدام حضراتكم. ممكن نقسم الصراعات التي تحدث بين الأفراد داخل المجتمع إلى خمس أنواع من الصراعات. هنبتدي أول نوع من هذه الصراعات وهو الصراع الشخصي، ثم هناك الصراع السياسي، ثم هناك الصراع الطبقي، ثم هناك الصراع الديني، وهناك الصراع ما بين الأجناس وهو الصراع الجنسي. لما نيجي نبتدي أول حاجة من الصراع الشخصي، يعني شكل من أشكال الصراعات بيحصل في كافة المجتمعات. طبعا المجتمع هو جماعة من البشر، ويبدأ هذا المجتمع بأسرة. ممكن المجتمع يكون في شكل منظمة، ممكن المجتمع يكون في شكل دولة. سواء صغر أو كبر حجم هذا المجتمع اللي بيبتدي من أسرة لغاية دولة كبيرة، الصراعات الشخصية مجالها موجود. وطبعا قد تكون هذه الصراعات بسبب اختلافات في المصالح، اختلافات في القيم، اختلافات في طريقة التفكير، اختلافات في المشاعر الشخصية، كره الأشخاص لبعضهم البعض. طبعا أحيانا الصراعات دي بتكون صراعات مكبوتة، وإحنا طبعا درسنا في الترم الأول في العلوم السلوكية مراحل الصراع اللي بتبتدي من صراع كامن إلى صراع مدرك إلى صراع محسوس إلى صراع ظاهر في مرحلة السلوكيات إلى مرحلة تفاقم الصراع. فالصراع الشخصي برضو بيندرج تحت هذه المراحل، وبيبتدي ياخد شكل ادعاءات وتبادل تهديدات ومتبادلة بين الطرفين.
ده نوع من اخف انواع الصراعات في المجتمعات. نخش النوع الثاني هو الصراع السياسي. طبعا طالما احنا بنقول مجتمع وكل ما بيكبر حجم المجتمع كل ما هتتعدد الافكار وهتتعدد الرؤى السياسيه. ده بينادي بالرأسمالية، ده بينادي بالاشتراكيه، ده يميني بيميل الى اطلاق الحريات، ده يساري بيميل الى قرارات يكون الدولة لها دور أكبر. لا يمكن أبدا في أي مجتمع أن الناس تتفق على فكر واحد. فإذا قلنا أن أنت في مجتمع إذن هينشأ في هذا المجتمع العديد من الأفكار. من المفترض أن كل حزب سياسي بيدافع عن فكرة معينة. يعني بنجد حزب يميني بيميل إلى الحرية والليبرالية و ترك الامور من يد الحكومه الى يد المجتمع اللي احنا بنسميه المجتمع المدني او القطاع الخاص. وهناك احزاب يساريه تطالب بمزيد من تدخل الحكومه، واكيد كل وهناك احزاب اخرى بتطالب احزاب دينيه، احزاب قامت على افكار معينه. في نسمع عن احزاب الخضراء التي تنادي بتطبيق النواحي البيئيه او مراعاه النواحي البيئيه في اي قرارات حكوميه. اذا لا يمكن ابدا ان انا اجد في مجتمع اتفاق على فكر واحد، فبالتالي هيكون اكيد هناك احزاب سياسيه. على مر التاريخ الحديث شفنا دول ديمقراطيه، النهارده بنشوف تعدد في الافكار. يعني مثلا لما اقول مثلا دوله زي امريكا فيها الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، هذا الحزب الجمهوري توجهاته ليبراليه، هذا الحزب الديمقراطي توجهاته يسارية تنادي بمزيد من تدخل الدولة لحماية حقوق العمال، الحزب الجمهوري بينادي بمزيد من ابتعاد الدولة وترك المجال للقطاع الخاص والمجتمع للعمل. أكيد ده له من يؤيده وده له من يؤيده. فأكيد هو ده نوع من أنواع الصراعات بين أحزاب سياسية. النوع الثاني الثالث من الصراعات المجتمعية هي الصراع الطبقي. طبعا احنا بنقول أن المجتمع لا يمكن أن يكون طبقة واحدة، هناك طبقات اجتماعية. جرى العرف أن هناك الطبقة العليا وهناك الطبقة الوسطى وهناك الطبقة الدنيا، ودي أول تقسيمة للمجتمع. هناك تقسيمات أخرى تقسم مثلا المجتمع إلى 9 طبقات، من طبقة أعلى الطبقة العليا لأوسط الطبقة العليا لأدنى الطبقة العليا، ثم أعلى الطبقة الوسطى ووسط الطبقة الوسطى وأدنى الطبقة الوسطى، ثم الطبقة الدنيا أعلاها وأوسطها وأدناها. ففي تقسيمات كتير لطبقات المجتمع. عندما تزيد الفجوة بين طبقات المجتمع أو عندما يتركز الدخل في الطبقة العليا ويكون هناك طبقات دنيا ذات دخول دقيق ضئيلة، هنا هيظهر صراع طبقي بين المجتمع. وعلى مر العصور شفنا ثورات كثيرة لهذه مثل الثورة الفرنسية. الصراع الرابع وهو من أشرس أنواع الصراعات الذي عرفته التاريخ البشري منذ أقدم العصور هو الصراع الديني، وهو الاختلاف في العقائد والمعتقدات بين أفراد المجتمع. في بعض الدول وعلى مر التاريخ شفنا صراع في ألمانيا في العصور الوسطى ما بين الكاثوليك والبروتستانت استمر لأعوام كثيرة. شاهدنا الكثير من الصراعات الدينية على مر العصور وأحيانا وما زالت في العصر الحديث، وهي من أشد أنواع الصراعات التي عرفتها المجتمعات الإنسانية. الصراع الجنسي ما بين الأجناس، وشفنا في العصر الحديث لغاية وقت قريب كان هناك تفرقة عنصرية في بعض الدول بسبب الصراع الجنسي ما بين الأجناس. يعني أمريكا لغاية 60 القرن الماضي كان هناك تفرقة ما بين البيض والسود، وهذا الصراعات التي كانت ما بين الأجناس، لأن الجنس بشايف إن هو أفضل من جنس آخر. وطبعا كل المواثيق والمواعيد الدولية هي إن أنا أحترم الإنسان بغض النظر عن فكره السياسي، عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، عن معتقداته الدينية، عن أصله في الأجناس. في النهاية هذه الصراعات تنشأ بسبب الاختلافات. يبقى مواجهة سريعة ان احنا
في صراعات شخصية، صراعات سياسية، صراعات طبقية، صراعات دينية، صراعات بين أجناس. نخش في آخر بعد من الأبعاد. يبقى احنا اتكلمنا في الأبعاد السياسية، اتكلمنا في الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الحضرية ملغية مش مقررة عليكم، اللي هي كانت تالت نقطة في الكتاب، والأبعاد الاجتماعية اكتفينا فقط بعملية التعاون والمنافسة وأشكال الصراع. نخش في خامسا الأبعاد التكنولوجية، أو تعتبر بقى هي رابعا على أساس احنا لغينا الأبعاد الحضرية، فهنتكلم في آخر بعد من الأبعاد البيئية وهي الأبعاد التكنولوجية. نيجي الأول نقول يعني إيه التكنولوجيا. التكنولوجيا أو بنقول المعرفة، المعرفة وهي معرفة الأساليب الإنتاجية معينة، يعني إنتاج أجهزة إلكترونية، إنتاج أدوية، إنتاج أجهزة كهربائية. معرفة الإنتاج أو أسلوب الإنتاج لإنتاج هذه السلع، قد تكون هذه المعرفة هي معرفة توصلت إليها بعض الشعوب، وهناك شعوب أخرى لم يصل إليها هذه المعرفة. فلما نيجي نقول نقل التكنولوجيا، إن انتقال المعرفة من منشأ الدولة الأمة التي نشأت فيها هذه المعرفة إلى شعب آخر، والاتصال بين الشعوب يساعد كثيرا في انتقال المعرفة، ويساعد كثيرا في عدم اتساع الفجوة بين شعوب العالم. أما إذا انغلقت بعض الدول ولم تنفتح على العالم الخارجي، إذا افترضنا أن احنا هناك دول انغلقت ولم يعد لها مجال الاتصال بالعالم، فسنصل إلى دول معزولة، وستزيد الفجوة كثيرا بين دول العالم، في أن دول هناك معرفة لم ستكون هناك معارف في بعض الدول، ودول أخرى ستعيش على المعارف القديمة التي لن تتحدث. إذن اتصال شعوب العالم ببعض واتصال الدول ببعض بيساعد كثيرا على نقل المعرفة التي تنشأ في بلد وتنتقل إلى بلد أخرى، سواء كانت معرفة بأساليب إنتاجية، سواء كانت معرفة بأساليب تكنولوجية. بنخش على النقطة الثانية بعد تعريف نقل التكنولوجيا إلى أشكال نقل التكنولوجيا. عندنا في شكلين شائعين لنقل التكنولوجيا، وهو النقل الأفقي للتكنولوجيا والنقل الرأسي للتكنولوجيا. افترضت ان سيارة استوردتها من الخارج، او مكن او آلات او معدات استوردته من الخارج دون اجراء اي تعديل في هذا، فده بنسميه النقل الأفقي للتكنولوجيا، ان بنقل الطرق والاساليب التكنولوجية من الدولة التي نشأت فيها المعرفة الدولة الأولى إلى الدولة التي سيتم نقل إليها المعرفة الدولة الثانية دون إجراء أي تعديلات. استوردت سيارات، استوردت طيارات، استوردت أسلحة، استوردت آلات أجهزة تكنولوجية، استوردت طرق وأساليب إدارية بدون إجراء أي تعديلات، إذن سيكون هناك مسمى النقل الأفقي للتكنولوجيا. أما النقل الرأسي للتكنولوجيا، إن أنا جبت المعرفة والطرق الإنتاجية والأساليب التكنولوجية من الدولة الأولى التي الدولة الأم التي نشأت فيها المعرفة دون مع إجراء تعديلات لكي تتناسب مع الظروف المحلية للدولة التي أخذت هذه المعرفة. مثال على ذلك إن إحنا ممكن بناخد بعض الأساليب الإدارية وبعض النظم الإدارية من التي تم إنشائها في بعض الدول، يعني زي مثلا بنبعد عن الأنظمة مثلا زي أنظمة الإدارة البيروقراطية لأنظمة إدارة مستحدثة مثل إدارة بالأهداف والنظم الإدارية الحديثة، بس مش هناخد الأسلوب الإداري زي ما هو كده من برة ونطبقه عندنا، هنعدله علشان يمشي أو يكون متكيف مع الظروف الدولة أو ظروف الثقافة المجتمعية. فإذا أنا أخذت التكنولوجيا كما هي دون أي تعديلات أصبحت في نقل أفقي للتكنولوجيا، وإذا أخذت التكنولوجيا وعملت لها تعديل
علشان تتماشى مع الظروف المحلية أصبحت نقل رأسي للتكنولوجيا. السلايد اللي فات اتكلمنا عن تعريف نقل التكنولوجي وأشكال النقل الأفقي والرأسي، وقلنا النقل الأفقي هو بدون تعديلات، أما النقل الرأسي بإجراء تعديلات. هنتكلم على نقطة مهمة جدا وهي النقل المعاكس للتكنولوجيا. من المفترض أن النقل الطبيعي لحركة التكنولوجيا هي أن تكون من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، لأن الدول المتقدمة هي الدول التي نشأت فيها التكنولوجيا ونشأت فيها المعرفة، وستنقل إلى الدول النامية التي تأخذ هذه المعرفة من الدول المتقدمة. ولكن هناك عقول وكفاءات تنشأ في الدول النامية ولا تستمر فيها وتهاجر إلى الدول المتقدمة، وهو ما نسميه بالنقل المعاكس للتكنولوجيا. وهي أن الدول المتقدمة استفادت من هذه العقول والكفاءات أكثر ما تم الاستفادة في منشأ هذا الشخص الذي نشأ في هذه الدولة، ولذلك هو ما نسميه بنزيف العقول. والنزيف هذا العقول يلحق طبعا أضرار بالدول النامية. فنقدر نقول أن هناك ثلاث أنواع من نزيف العقول تعاني منه الدول النامية. النوع الأولاني النزيف الخارجي للعقول، وهو أن العقول المتميزة هجرت وسابت حدود أوطانها بكل ما تحمله من علم وخبرة إلى دول متقدمة. الدولة المتقدمة استفادت من هذه العقليات وهذه الخبرات وهذه العلوم أكثر ما استفادت منه الدولة التي نشأ فيها هذا الفرد. وعندنا نماذج كثيرة، أحمد زويل، فاروق الباز، أمثلة لشخصيات كثيرة كانت عندها علم وخبرة خرجت خارج حدود أوطانها إلى الدول المتقدمة واستفادت هذه الدول المتقدمة من هذه العقول. طبعا هم فادوا دولهم أكيد، ولكن استفادة الدول المتقدمة كان بشكل أكبر من استفادة أوطانهم الأصلية. فالنزيف الخارجي للعقول هي أن تهاجر هذه العقول خارج حدود الدولة بكل ما تحمله من علم وخبرة. أما النزيف الداخلي للعقول هي أن حتى العلماء المنتمين لهذه الدول النامية يقومون بعمل أبحاث في مجالاتهم المختلفة تستفيد بها الدول المتقدمة أكثر ما تستفيد بها الدول التي نشأوا فيها الدول النامية. والنوع الثالث النزيف الأساسي للعقول، وهي إخفاق العقول البشرية في بلوغ طاقتها وإمكانياتها والعجز على الابتكار والتحديث، قد يكون بسبب سوء التغذية أو بسبب سوء الرعاية والتوجيه منذ الصغر. فلما نتكلم على نزيف العقول أنا عندي ثلاث أنواع: النزيف الخارجي والنزيف الداخلي والنزيف الأساسي. النزيف الخارجي وهي العقول التي هاجرت خارج حدود أوطانها، والنزيف الداخلي وهي أن العلماء الذين يعيشون في دول نامية ويقومون بعمل أبحاث تخدم الدول المتقدمة أكثر ما تخدم دولهم، والنزيف الأساسي وهي إخفاق باقي العقول في بلوغ الطاقات والإمكانيات. إحنا كده انتهينا من هذا الموضوع الأول. إحنا متفقين إن إحنا هنشرح أربع مواضيع في يمكن أول أسبوعين. المحاضرة الأولى والثانية شرحنا الأبعاد السياسية والاقتصادية، وفي المحاضرة الثالثة والرابعة شرحنا الأبعاد الاجتماعية والأبعاد التكنولوجية. زي ما اتفقنا ان نظام الامتحان هيأتي في شكل اختيارات وصح وغلط، وتعالى نطبق اللي احنا شرحناه في المحاضرات السابقة على بعض الاسئلة، اللي هذه الاسئلة تشكل جزء كبير من اسئلة الامتحان، واذا هيجي اسئلة براها هتكون في نفس الصياغة وفي نفس الطريقة بالضبط، ولكن جزء كبير هيأتي من اسئلة او في شبيهها. نمسك سؤال سؤال. أول سؤال: جماعة من الأفراد استقروا على إقليم معين تجمع بينهم رغبة مشتركة في العيش معه. أمامك أربع اختيارات: الأمة، الدولة، الحكومة، لا شيء مما سبق.
طب نمسك التعريف، جماعة من الأفراد استقرت على إقليم معين، يبقى أنا هنا هستبعد الحكومة، لأن الحكومة هي سلطة ذات السيادة. طب يبقى أنا قدامي الأمة والإيه؟ والدولة. إيه الفرق بين الأمة والدولة؟ أن الدولة تخضع لسلطة ذات السيادة وهي الحكومة، أما الأمة هي زي ما بقول الأمة العربية، جماعة من الأفراد استقروا على إقليم معين، في بيننا رغبة مشتركة في العيش معا، ولكن لا توجد سلطة عليا ذات سيادة تحكم هذه الأمة. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف الأمة. السؤال الثاني، جماعة من الأفراد استقروا على إقليم معين، خلاص بقى أنت عرفت يا أمة يا إيه؟ يا دولة، خاضعين لسلطة ذات سيادة. أنت قلت الإجابة قبل ما أقولها، هي الإجابة السليمة ب الدولة، وده الفرق في التعريف بين رقم واحد ورقم اثنين. رقم واحد جماعة من الأفراد استقروا على إقليم معين، رقم اثنين نفس القصة، جماعة من الأفراد استقروا على إقليم معين، بس الفرق بين الأمة والدولة أن الأمة لا تخضع لسلطة عليا. يعني لما أقول الأمة العربية مفيش سلطة عليا تحكم هذه الأمة العربية، كل دولة مستقلة داخليا وخارجيا عن الدولة، ولكن هناك رغبة في العيش المشترك معا، وهناك رغبة في الدفاع عن المصالح المشتركة. أما لما أجي أقول مصر يبقى مصر دولة، لكن لما أقول أمة أقول الأمة العربية، وهي تخضع لسلطة ذات سيادة تحكم هذا الشعب. يبقى الإجابة في رقم واحد الأمة، والإجابة في رقم اثنين الدولة. السؤال رقم ثلاثة، لما أجي أقول سلطة ذات سيادة تحكم الشعب اللي استقر في إقليم معين، أنت قلت الإجابة خلاص، يبقى الإجابة جيم هي الحكومة. الحكومة هي السلطة التي تحكم الشعب الذي استقر على إقليم معين. العوامل التي تساعد على تكوين الأمة، اتفقنا إن الأمة هي جماعة من الأفراد استقرت على إقليم معين زي الأمة العربية، ما فيش سلطة بتحكمنا ولكن هناك رغبة مشتركة في العيش معا. هل وحدة اللغة؟ هل وحدة العقيدة؟ هل وحدة التاريخ أو التراث؟ هل كل ما سبق؟ الإجابة أنت عارفها، هي دال طبعا، كل ما سبق، وحدة اللغة، وحدة العقيدة، وحدة التاريخ والتراث بتساعد على تكوين الأمة، وطبعا كل دي عوامل بنشوفها في الأمة العربية، وحدة لغتنا، وحدة عقائدنا، وحدة تاريخنا وتراثنا، كل ده بيساعد على تكوين الأمة. يبقى الإجابة دال صح، هي كل ما سبق. السؤال رقم خمسة، من الأركان الأساسية لنشأة الدولة، ألف الشعب، ب الإقليم، ج الحكومة، دال كل ما سبق. أعتقد أنت قلت الإجابة خلاص، هي أكيد دال كل ما سبق، لأن احنا اتفقنا من المحاضرة الأولى إن عشان أقول دولة لازم يكون عندي شعب، لازم يكون عندي إقليم، لازم يكون عندي حكومة. يبقى الإجابة في رقم خمسة هي دال كل ما سبق. السؤال رقم ستة، حتى يمكن القول بأن هذا الشعب يمثل شعب دولة، يجب أن يكون ألف الحد الأدنى لهذا الشعب مليون نسمة، هذا صح؟ نشوف به، الحد الأدنى لهذا الشعب 10 مليون نسمة، جيم الحد الأدنى لهذا الشعب 100,000 نسمة، دال لا يوجد حد أدنى لعدد هذا الشعب. أنت قلت الإجابة، والإجابة الصحيحة هي دال، لا يوجد حد أدنى لعدد هذا الشعب، وده إحنا اتفقناه لما جينا في المحاضرة الأولانية عرفنا الشعب وقلنا لا يوجد حد أدنى لعدد الشعب. ما أقدرش أقول على دولة اللي 100,000 نسمة مش دولة، والدولة اللي مليون نسمة مش، وفي دولة مليار، الدولة المئة ألف والدولة المليون والدولة المليار واللي أقل من 100,000 كل اسمها دولة، طالما توفرت أركان الدولة التلاتة، وجود شعب، وجود إقليم، وجود حكومة، تسمى بدولة. يبقى الإجابة دال، لا يوجد حد أدنى لعدد هذا الشعب. السؤال رقم سبعة، حدود الدولة الواضحة والتي تستطيع الدولة ممارسة سلطتها بداخلها، هل الإقليم الأرضي، المائي، الجوي، لا شيء مما سبق. طبعا طالما قلنا حدود الدولة يبقى احنا بنتكلم في الإقليم الأرضي، يبقى الإجابة الصح ألف الإقليم الأرضي. تمانية، السؤال رقم تمانية، يتمثل الإقليم المائي للدولة، نشوف الأربع إجابات اللي عندك. واحد، ألف المياه التي داخل الدولة من أنهار وبحيرات فقط،
واحد يقول لي صح اقول له ماشي، بس كمل الاجابه، كمل بيت الاجابه. ب، كل البحار والمحيطات التي تطل عليها الدوله. اعتقد دي مستبعده، لان مش كل البحار والمحيطات اللي بتطل عليها الدوله هي صح، هي جزء من البحار والمحيطات. ج، جزء من البحار والمحيطات التي تطل عليها الدوله، كلام مظبوط. هتقول لي طب ما ألف صح وجيم صح، اختار ايه؟ طب اقرا ده كده. المياه التي داخل الدولة بالإضافة إلى جزء من البحار والمحيطات التي تطل عليها الدولة، يبقى الإجابة الصحيحة د. واحد يسألني يقول لي طب ما ألف صح وجيم صح ودال صح، اشمعنى قلت د؟ اختار ألف ولا جيم؟ هنا في أسئلة الاختيارات لازم نفرق ما بين الصح والأكثر صح. بمعنى في مثل هذا السؤال ألف صح وجيم صح ودال صح، يبقى أنا عايزك تختار التعريف الناقص أم التعريف الشامل، لأن احنا اتفقنا أن الإقليم المائي هو إيه؟ هو ألف وجيم مع بعض، المياه اللي داخل الدولة من أنهار وبحيرات، وكمان جزء من البحار والمحيطات التي تطل عليها الدولة. إذن الأكثر شمولا هي دال، المياه اللي داخل الدولة وجزء من البحار والمحيطات اللي بتطل عليها الدولة. يبقى لأن ألف هي صحيحة ولكن ناقصة، وجيم صحيحة ولكن ناقصة، لكن دال شاملة، يبقى الإجابة السليمة هو التعريف الشامل للإقليم المائي، المياه اللي داخل الدولة وجزء من البحار والمحيطات التي تطل عليها الدولة. السؤال رقم 9، الإقليم الجوي للدولة يتمثل فيه. ألف، الفضاء الذي يعلو أراضي الدولة فقط. الفضاء الذي يعلو أراضي الدولة فقط، طب الفضاء الذي يعلو الإقليم المائي ده ما يخشش، يبقى أعتقد ألف مستبعد. جزء من الفضاء يقدر بثمانية كيلومتر، طبعا غلط، هحسبها إزاي بقى ثمانية كيلومتر في الهواء إن شاء الله، وبعد الثمانية كيلومتر ده مش تبع الدولة، لا يبقى إيه، أكيد مش أمور. جيم، الفضاء الذي يعلو أراضي الدولة وإقليمها المائي، هو دي الإجابة الصحيحة، يبقى أما طبعا ده لا شيء مما سبق هي مش مظبوطة، يبقى 9 الإجابة الصحيحة هي جيم. سؤال رقم 10، الدولة اللي بتكون فيها سلطة واحدة ودستور واحد وحكومة واحدة بتسمى ايه؟ ايوه انت قلت الاجابة، الف الدولة البسيطة الموحدة، يبقى الاجابة هنا الف الدولة البسيطة الموحدة. قلنا زي مصر دولة سلطة واحدة بحاكم واحد بدستور واحد بنظام قضائي واحد بحكومة واحدة بسلطة برلمانية واحدة، يبقى هي الدولة البسيطة الموحدة، هي الإجابة ألف الإجابة صحيحة. السؤال رقم 11، وإحنا قلناها بكده، تعتبر جمهورية مصر العربية مثال للدولة البسيطة الموحدة، ولا الدولة المؤكبة ذات الاتحاد الشخصي، ولا الدولة المؤكبة ذات الاتحاد التعهدي، ولا لا شيء مما سبق؟ أعتقد أنت قلت الإجابة خلاص، هي ألف مصر مثال للدولة البسيطة الموحدة. السؤال رقم 12، عندما يتولى شخص واحد رئاسة دولتين أو أكثر، فإن مثل هذا النوع من الاتحاد يسمى بإيه؟ ألف اتحاد شخصي أو ساعات نسميه اتحاد رئاسي، ب اتحاد تعهدي أو نسميه اتحاد استقلالي، ج اتحاد فعلي أو حقيقي، د اتحاد مركزي أو فيدرالي. أنت قلت الإجابة خلاص، هي ألف الاتحاد الشخصي أو الرئاسي، وقلنا مثل هذه النوعية بيكون شخص واحد بيتولى رئاسة الدولتين. السؤال رقم 13، عندما تحتفظ كل دولة بسيادتها الداخلية والخارجية، يبقى إذن كل دولة مستقلة عن الدولة الثانية في السيادة الداخلية والخارجية، ولكن هناك اتفاق بينها وبين دولة أخرى زي اتفاقية دفاع مشترك، يبقى مثل هذا النوع من الاتحاد يسمى بإيه؟ نفس الاختيارات اللي كانت عندنا في السؤال اللي فات. أيوة الإجابة الصح هي ب، الاتحاد التعهدي أو الاستقلالي، وقلنا إن مثل هذا النوع من الاتحاد كل دولة مستقلة في شؤونها الداخلية، مستقلة في علاقاتها الخارجية بالدول الأخرى، ولكن هناك معاهدة أو اتفاقية بين هذه الدول تجمعهم مثل اتفاقيات الدفاع المشترك، يبقى الإجابة ب، الاتحاد التعهدي أو الاستقلالي. السؤال رقم 14، عندما تحتفظ كل دولة بسيادتها الداخلية،
وتتنازل عن سيادتها الخارجية لدولة الاتحاد، فإن هذا النوع من الاتحاد يسمى بإيه؟ أيوة أنت قلت صح، جيم، الاتحاد الفعلي أو الحقيقي. قلنا الاتحاد الفعلي أو الحقيقي، فكر حضرتك بأن أنت كدولة بتنازلت عن كامل السيادة الخارجية، ليس لك شؤون خارجية وإنما تنازلت عنها لدولة الاتحاد، أما أنت مستقل في شؤونك الداخلية. السؤال رقم 15، عندما تتنازل كل دولة عن سيادتها الخارجية وجزء أيضا من سيادتها الداخلية لدولة الاتحاد، فإن ذلك النوع من الاتحاد يسمى بإيه؟ قول. أيوة مظبوط، الإجابة دال، الاتحاد المركزي أو الاتحاد الفيدرالي. وقلنا هذا النوع من الاتحاد إن الدولة بتتنازل عن سيادتها الخارجية كاملة وجزء من سيادتها الداخلية للدولة الاتحاد. تعال ناخد أشكال الدول برضو، الأربعة دول، بأمثلة من تاريخنا المعاصر. السؤال رقم 16، يمكن القول بأنه عندما تولى جمال عبد الناصر رئاسة مصر وسوريا في الخمسينات والستينات القرن الماضي، فإن مثل هذا النوع من الاتحاد هو؟ أيوة مظبوط، هو الإجابة ألف، الاتحاد الشخصي أو الرئاسي. إنه لأن تولى الشخص السيد رئيس جمال عبد الناصر هذا رئاسة الدولتين، بوجود حكومة هناك وحكومة هنا، ووجود نظام قضائي هناك ونظام قضائي هنا، فكان الاتحاد بينهم في شخص رئيس الدولة. فالإجابة ألف في السؤال رقم 16. سؤال رقم 17، يمكن القول بأن دول الاتحاد الأوروبي تمثل نوع من أنهي اتحاد؟ ها أيوة مظبوط، الإجابة ب، الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي. وقلنا أن دول الاتحاد الأوروبي ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، النمسا، سويسرا، هي كلها دول مستقلة عن بعضها البعض، وكل دولة من هذه الدول لها شؤونها الداخلية المستقلة ونظامها القضائي المستقل وبرلمانها المستقل، وأيضا كل دولة مستقلة عن الأخرى في الشؤون الخارجية لها، ولكن هناك معاهدات واتفاقيات تربط هذه الدول ببعضها البعض، مثل وجود بينهم اتفاقية اتحاد مشترك والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية مثل العملة الموحدة. فدول الاتحاد الأوروبي هو نموذج للاتحاد التعهدي أو الاستقلالي، فالإجابة هنا هي ب. السؤال رقم 18، يمكن القول بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل هذا النوع من الاتحاد بين الإمارات السبعة؟ أيوة، الإجابة جيم، هي الاتحاد الفعلي أو الحقيقي. وإحنا قلنا أن دولة الإمارات المكونة من سبع إمارات، كل إمارة لا يوجد لها شؤون خارجية، يعني قلنا مثال على كده، يعني مثلا إحنا في مصر مش هنلاقي السفارة اسمها سفارة دبي، ولا هنلاقي السفارة اسمها سفارة أبوظبي، ولا هنلاقي السفارة اسمها سفارة الشرق، وإنما هي سفارة الإمارات العربية المتحدة. إذن هذه الإمارات تجمعت مع بعضها البعض لتكون دولة واحدة ولها شؤون خارجية واحدة، يبقى كل إمارة تنازلت عن سيادتها الخارجية إلى دولة الاتحاد، ولكن كل إمارة لها شؤون داخلية مستقلة عن الإمارة الأخرى، فبالتالي كل جزء أو كل إمارة تنازلت عن سيادتها الخارجية بالكامل واحتفظت بسيادة الداخلية، وهذا النوع ما يسمى بالاتحاد الفعلي أو الحقيقي. السؤال رقم 19، يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل هذا النوع من الاتحاد بين الولايات المختلفة؟ أيوة، أنت قلت الإجابة خلاص، هي دال، الاتحاد المركزي أو الفيدرالي. وقلنا مثل هذا النوع من الاتحاد ينشأ بين دول تتنازل كل دولة عن سيادتها الخارجية وتحتفظ وتتنازل عن جزء من سيادتها الداخلية وتحتفظ بجزء من سيادتها الداخلية. وقلنا مفيش ولاية ليها شؤون خارجية، برضو مش هاجي الاقي في مصر سفارة كاليفورنيا، مش هاجي الاقي سفارة اسمها سفارة تكساس، مش هلاقي سفارة اسمها سفارة الينوي، سفارة واشنطن، لا هي سفارة واحدة، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا كل ولاية لا يوجد لها علاقات خارجية، إنما تنازلت عن السيادة الخارجية لدولة الاتحاد اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كل ولاية لها شؤونها الداخلية المستقلة وجزء من الشؤون الداخلية كنظام عام الولايات المتحدة تسير عليه. فطبعا الولايات المتحدة نموذج للاتحاد الفيدرالي.
لو نفتكر من المحاضرة الأولى اللي هي أشكال الدول حسب السيادة، السؤال رقم 20: الدولة التي تخضع لحماية دولة أجنبية أخرى وتفقد سيادتها لصالح الدولة الحامية تسمى بالإجابة الصحيحة، طبعا ألف هي الدولة المحمية. السؤال رقم 21: الدولة التي تخضع بالكامل لسيطرة دولة أقوى منها، طبعا اللي خاضع لسيطرة دولة أقوى منه بنسميها الدولة المستعمرة، وهي الدولة التي تستعمرها دولة أقوى منها وتخضع هذه الدولة لسيطرة الدولة الأقوى. السؤال رقم 22: الدولة التي تتبع دولة أخرى وتفقد كل سيادتها الخارجية وجزء كبير من سيادتها الداخلية، دي طبعا بتسمى بالإجابة الصحيحة يا جيم الدولة التابعة. رقم 23: الدولة التي توضع تحت وصاية منظمة دولية مثل الأمم المتحدة تسمى بالإجابة طبعا هي دال الدولة الموضوعة تحت الإشراف الدولي. رقم 24: الحكومة التي يمارس فيها شخص واحد كل السلطات دون مشاركة من أحد الجهات تسمى بالحكومة الفردية. احنا اتفقنا ان الحكومة الفردية هي الحكومة التي شخص واحد مثل ملك او حاكم مطلق يحكم الدولة، فالإجابة الصح هي ألف الحكومة الفردية. السؤال رقم 25: الحكومة التي مصدر السيادة تكون في يد أقلية من الشعب تسمى بحكومة الأقلية، وقلنا أن الحكم لا يخرج خارج هذه الأقلية سواء كانت أقلية دينية أو سواء كانت طبقة اجتماعية أو أسرة معينة تحكم هذا الشعب، والحكم لا يخرج خارج حدود هؤلاء الأفراد، يبقى الإجابة 25 هي ب حكومة الأقلية. 26: الحكومة التي يكون فيها الشعب مصدر السلطة، طبعا الإجابة السليمة هي جيم حكومة الديمقراطية، حيث أن الشعب هو الذي ينتخب الحكومة. السؤال رقم 27 اللي احنا بنتكلم على الأنظمة الاقتصادية، وقلنا في أنظمة اقتصادية رأسمالية وأنظمة اقتصادية اشتراكية وأنظمة اقتصادية مختلطة، وأن الأنظمة الاشتراكية هي التي تكون فيها الملكية العامة للدولة وهناك اتساع لدور أجهزة الإدارة العامة في هذه الدولة. أما في الدول ذات الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية هي دول بتكون ذات ملكية خاصة وبيتقلص فيها دور أجهزة الإدارة العامة مقارنة بالدول الاشتراكية، وهناك دول مختلطة تحتفظ بكلا النوعين وهي الملكية العامة والملكية الخاصة. فالسؤال رقم 27: النظام الاقتصادي الذي تخضع فيه المشروعات للملكية الخاصة ويتقلص فيه دور الأجهزة الحكومية، هل هي ألف النظام الاقتصادي الرأسمالي أم ب النظام الاقتصادي الاشتراكي أم جيم النظام الاقتصادي المختلط أم د لا شيء مما سبق؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث احنا قلنا في هذا النظام تكون المشروعات ملكية خاصة، دور الأجهزة الحكومية بيكون وضع النظام والرقاب عليه، ولا تقوم الحكومة بالإنتاج والتوزيع وإنما تقوم بوضع النظام والإشراف الرقابي على أنظمة الإنتاج والتوزيع التي غالبا ما بتكون مشروعات ذات ملكية خاصة. ف27 الإجابة ألف. 28: السؤال رقم 28: النظام الاقتصادي الذي تخضع فيه المشروعات للملكية العامة وتتمتع فيه الأجهزة الحكومية بسلطات واسعة، الإجابة طبعا هي ب النظام الاقتصادي الاشتراكي، وقلنا الدول التي تتبع هذه الأنظمة بتكون الحكومة هي المسؤولة عن الإنتاج ومسؤولة عن التوزيع، هي التي تنتج السلع وهي التي توزعها، وبنشوف مصانع حكومية، بنشوف متاجر حكومية. احنا كنا زمان نفتكر عمر افندي، نفتكر صدناوي، كلها كانت شركات حكومية هي المسؤول عن التوزيع، وكانت المصانع أيضا حكومية مسؤولة عن الإنتاج. ففي ظل هذه الأنظمة تتسع دور أجهزة الدولة وتتسع عدد الوزارات وتتسع الأجهزة والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، الإجابة في 28 هي به النظام الاقتصادي الاشتراكي. 29: النظام الاقتصادي الذي تجمع فيه ما بين الملكية العامة والملكية الخاصة، طبعا أنت قلت الإجابة خلاص، هي جيم النظام الاقتصادي المختلط الذي نحن نسير عليه الآن، هو أن هناك بعض المشروعات لها ملكية عامة
وبعض المشروعات لها ملكية خاصة، وبنجد ازدواجية في الملكية العامة والخاصة، فبنجد في كل هناك مصانع حكومية وهناك مصانع خاصة، هناك شركات توزيع حكومية وهناك شركات توزيع خاصة، فهو النظام المختلط. وهذا النظام المختلط ينشأ بسبب تحولات الدول من أنظمة رأسمالية إلى اشتراكية، أو العكس تحولات من اشتراكية إلى رأسمالية، وكلما طالت هذه فترة التحول كلما استمر الاقتصاد على هذا النظام. هنبتدي بالسؤال 30 نشرح مراحل التكتلات الدولية. قبل ما اخش في السؤال 30 وما بعده، هفكر سيادتك بمراحل التكتلات الدولية. قلنا مراحل اي تكتل بين الدول بيمر على 6 مراحل. المرحلة الاولى التعاون الاقتصادي، بنبدأ فيها بتخفيف القيود على حركة انتقال السلع بين الدول، ثم مرحلة التجارة الحرة، بنلغي القيود على كافة حركات انتقال السلع بين الدول، ثم الاتحاد الجمركي، علاوة على ان احنا لغينا القيود على حركة انتقال السلع بين الدول الاعضاء، بنوحد التعريفة الجمركية اللي بين الدول الاعضاء وبين باقي دول العالم، ثم 4 بنوصل الى سوق مشتركة. لم في هذه المرحلة لا يتم الغاء فقط حركة انتقال السلع، وانما يلغى كل القيود على حركات انتقال رأس المال والعمل. ثم 5 المرحلة الوحدة الاقتصادية، احنا قلنا علاوة على السوق المشتركة لغينا القيود والحواجز اللي تعوق حركة السلع ورأس المال والعمل. في المرحلة 5 اللي هي الوحدة الاقتصادية بنوحد سياستنا المالية والنقدية. ثم 6 بنوصل لاندماج اقتصادي كامل، وان احنا بنخضع لسلطة اقتصادية واحدة. نشوف من السؤال 30 ملخص لهذا. السؤال رقم 30 بيقول: هي مرحلة من مراحل التكتلات الدولية يتخذ فيها مجموعة من الإجراءات هدفها تخفيف القيود على حركة انسياب السلع. طبعا الإجابة هي ألف، مرحلة التعاون الاقتصادي، وهي أول مرحلة اللي بنبتدي نخفف قيود الخاصة بالسلع. احنا قلنا حركات الاقتصادية من الدول بتتلخص في حركات سلع، حركات رأس مال، حركات انتقال عنصر العمل. في بداية بنبتدي بالسلع، وهي ان احنا لا نلغي القيود وانما بنخفف من هذه القيود كجمارك كحصص استيراد. يبقى طبعا اجابة السؤال رقم 30 هي الف، التعاون الاقتصادي. السؤال رقم 31: هي مرحلة من مراحل التكتلات الدولية يتم فيها الغاء كافة الرسوم الجمركية بين دول الاتحاد والغاء كافة حصص استيراد. طبعا انت قلت الاجابة، هي الاجابة به منطقة تجارة حرة. فلما اجي اقول منطقة تجارة حرة بين الدول، يبقى اقصد ان هذه الدول تم الغاء كافة القيود على حركة انتقال السلع فقط، لسه ما دخلناش العمل ورأس المال، على حركة انتقال السلع بين الدول. هذه الدول لما اقول عليها منطقة تجارة حرة، يبقى لا في بينها قيود جمركية في تعريف جمركية، ولا في بينها حصص استيرادية، وهذا ما يسمى منطقة التجارة الحرة. السؤال رقم 32: مرحلة من مراحل التكتلات الدولية يتم فيها إلغاء الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد بين دول الاتحاد، علاوة على التزام الدول دي بتعريفة جمركية موحدة مع العالم الخارجي. طبعا انت قلت الإجابة، هي الإجابة به هي الاتحاد الجمركي. قلنا دي ثالث مرحلة في مراحل التكتلات الدولية. أفكر سيادتك ان الاتحاد الجمركي، احنا خلاص وصلنا لمنطقة تجارة حرة في المرحلة اللي قبلها، لغينا كل القيود على حركات انتقال السلع بين هذه الدول الأعضاء. علاوة على كده، عشان أوحد أسعار السلع بين هذه الدول، بعمل اتحاد جمركي، وأن احنا بنلتزم بتعريفة جمركية واحدة بيننا وبين العالم الخارجي. لكن بيننا وبين بعض ما فيش جمارك، بيننا وبين بعض ما فيش قيود، لكن بنوحد تعريفتنا الجمركية بيننا هذه الدول والعالم الخارجي. يبقى احنا كل ده بنتكلم في حركات السلع. يبقى الاجابه طبعا 32 هي بيه الاتحاد الجمركي. طبعا احنا اتفقنا ان هذه الاسئله بنحاول ان احنا نعيد الشرح من خلال هذه الاسئله. سؤال رقم 33: هي مرحله من مراحل التكتلات الدوليه تختفي فيها كل العوائق المقيده لحركات انتقال السلع. طب ما احنا خلاص خلصنا بقى في المراحل اللي قبل كده. لا، وكذلك كل القيود المعوقه لحركات العمل ورأس المال. يبقى هذه المرحلة الذي لا يوجد أي عوائق بين الدول في حركة السلع، حرية دخول وخروج سلع، حركات رأس المال، حرية خروج الاستثمارات بين هذه الدول،
حرية في انتقال عنصر العمل بين هذه الدول؟ طبعا هي الإجابة السليمة في سؤال رقم 33 هنا بالسوق المشتركة. السوق المشتركة هي بينتهي كل القيود التي تعوق حركة الثلاثة دول، السلع العمل رأس المال. 34 السؤال رقم 34 هي مرحلة من مراحل التكتلات الدولية يتحقق فيها توحيد للسياسات المالية والنقدية بين الدول الأعضاء. ايه المرحلة اللي بتتوحد فيها السياسات المالية والنقدية من الدول الأعضاء؟ اكيد هي مرحلة الوحدة الاقتصادية. الإجابة السليمة هي جيم الوحدة الاقتصادية، ودي المرحلة اللي أوروبا واقفة عندها. هم بيحاولوا انهم ينتقلوا الى مرحلة السادسة، الاندماج الاقتصادي الكامل، ولكن كما نشاهد هناك شروخ في العلاقات ابتدت في الدول الأوروبية. فهل سينجحوا في انهم يتعدوا هذه المرحلة الاندماج الاقتصادي الكامل، ولا سيفشلوا ويتراجعوا الى مراحل سابقة؟ ده اللي ايه أوروبا التحدي الذي يواجهها الآن. السؤال رقم 35 هي مرحلة من مراحل التكتلات الدولية تخضع فيه اقتصاد الدول كلها لسلطة اقتصادية واحدة. طبعا هي الإجابة دال الاندماج الاقتصادي الكامل الذي مثال عليه الولايات المتحدة الأمريكية. هي كل الولايات تخضع لسلطة واحدة أو اقتصاد أو سلطة واحدة هي التي تتحكم في اقتصاد هذه الولايات، وهي المرحلة التي لم تصل إليها بعد الدول الأوروبية. نخش من اول السؤال 36 عن الابعاد الاجتماعيه واشكال الصراعات اللي احنا اتكلمنا عليها داخل المجتمع. سؤال رقم 36 الصراع على السلطه بين الاحزاب داخل المجتمع هو صراع الف سياسي به طبقي جيم ديني دال جنسي. طبعا هو الصراع رقم الاجابه الصحيحه هو الف، هو صراع سياسي. طبعا الصراع الطبقي كلنا عارفينه من طبقات المجتمع. الصراع الديني بسبب اختلافات المعتقدات الدينية زي الصراعات بين يعني شفناها على مر التاريخ بين عقائد دينية مختلفة. والصراع الجنسي طبعا هو ما بين الأجناس زي ما كنا بنشوف تفرقة عنصرية بين الجنس الأبيض والجنس الزنجي أو الجنس الأسود. فالإجابة في 36 ألف صراع سياسي. 37 يصنف الصراع بين فئات المجتمع المختلفة المتفاوتة في الدخل عنه صراع. طبعا انت قلت الإجابة خلاص هي به صراع طبقي. نخش بقى في الأبعاد التكنولوجية في السؤال رقم 38 عند نقل التكنولوجيا كما هي دون إجراء أي تعديلات، فالنقل ده بنسميه طبعا ألف النقل الأفقي، ولا به النقل الرأسي، ولا جيم النقل المعاكس، ولا دال النقل الفوري. طبعا الإجابة ألف هي النقل الأفقي. اتفقنا إن النقل الأفقي ده إن أنا بجيب السلع واستوردها من الخارج دون إجراء أي تعديلات، يبقى الإجابة ألف. السؤال رقم 39 عند نقل التكنولوجيا من دولة متقدمة لدولة نامية مع إجراء تعديلات في الطرق والأساليب التكنولوجية تكيفا مع الظروف المحلية، فإن ذلك النقل يسمى به. طبعا الإجابة حضرتك عارفها هي به النقل الرأسي للتكنولوجيا. واتفقنا إن طبعا النقل الأفقي هو النقل اللي بدون تعديلات، أما هنا النقل الرأسي الذي يتم فيه تعديلات في الطرق والأساليب التكنولوجية حتى تتماشى مع ظروف الدولة المحلية. السؤال رقم 40 هجرة العقول والكفاءات من الدول النامية إلى الدول المتقدمة بكل ما تحمله من علم وخبرة يمكن تصنيفه على إنه هل ألف نزيف خارجي للعقول، هل ب نزيف داخلي للعقول، هل جيم نزيف أساس العقول، ولا لا شيء مما سبق. طبعا الإجابة ألف هو النزيف الخارجي للعقول، وإحنا اتفقنا إن هذه العقول بكل ما لها من علوم وخبرات هاجرت من دولها النامية إلى الدول المتقدمة، واستفادت الدول المتقدمة من هذه العقول أكثر مما استفادت به الدول النامية. السؤال رقم 41 من العلماء في الدول النامية لإعداد أبحاث وتجارب علمية تخدم المجتمع العلمي الغربي يمكن تصنيف على إنه طبعا الإجابة به، وهو النزيف الداخلي للعقول. حتى العلماء الذين يعيشون في الدول النامية جزء منهم يقوم بإعداد أبحاث وتجارب هي تحل مشاكل لدول متقدمة ودول غربية متقدمة أكثر ما تحل مشاكل في الدول النامية. فالإجابة هنا به النزيف الداخلي للعقول. السؤال الأخير رقم 42 إخفاق العقول البشرية في بلوغ طاقاتها وإمكانياتها
والعجز عن الابتكار والتجديد يصنف على انه طبعا الاجابه جيم النزيف الاساسي للعقول. بكده احنا انتهينا من المحاضره، واول موضوع اللي خدناه على 4 محاضرات هو الابعاد البيئيه بالاسئله اللي عليه ابعاد سياسيه اقتصاديه اجتماعيه ابعاد تكنولوجيه، وشفنا تطبيق الاسئله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.